السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكلمكم النهاردة حبايب قلبي على المسمار بتاع تغيير الدواسات اللي هو بديل مسمار الدواسة. أول حاجة، في ناس كتير بتسألني بيركب إزاي. أول حاجة هنقول بسم الله، هنبدأ نفك المسمار بتاع الدواسة خالص اللي هو في العمود اللي هو جاي مع المكنة، اللي هو المسمار المتعارف عليه بالشكل ده. كده فكينا المسمار، هنبدأ نفك المسمار بقى بالشكل ده. المسمار عبارة عن ادي قطعة، اتنين، تلاتة. هنخلي التلات قطع دول مع بعض بالشكل ده تاني اهو، القطعة دي والقطعة دي وفي وسطهم السوستة بالشكل ده. ناخد المسمار بس هنركبه مكان المسمار بالشكل ده، وبعد كده هناخد التلات قطع مع بعض اهو نركبه. او ممكن عشان تعرفوا الترتيب بتاعهم، اول قطعة وتاني قطعة وتالت قطعة. أول قطعة أهي نركبها، تاني قطعة السوستة، تالت قطعة اللي هي فيها الصامولة اللي هتربط مع المسمار. ونبدأ نثبت المسمار من هنا بصباعنا كده، ونبدأ نربط الصامولة كده. احنا ركبنا المسمار بديل مسمار الدواسة. هنبدأ بقى نغير الدواسات بتاعتنا. كل ما هنربط للعين، كل ما هنربط المسمار جامد، كل ما الضغط عليه هيكون جامد. أو بالشكل ده، كل ما هنضغط على الدواسة كده وهنركب الدواسات بتاعتنا. هنيجي نخلع الدواسة، هنضغط من اليمة يمين كده على المسمار ونخلع الدواسة، نركب الدواسة كشكشة نشتغل. أهم حاجة بعد ما نركب الدواسة نربط شوية عشان نتأكد إن الدواسة مش هتتحرك معانا، بس ما نربطش جامد. ليه؟ إحنا كل ما هنربط دي كده جامد، كل ما نيجي نضغط خلاص أنت ربطت على السوستة، ما بقاش فيها مكان إن أنت تضغط أو هيبقى قوي قوي. لا، الوسط أهو، نخلع الدواسة نركب الكشكشة التانية القطعة الواحدة. نخلع، اشتغلنا، عايزين نركب مابيليا. خلاص إحنا استغنينا عن المفك. وظيفة المسمار بديل مسمار الدواسة اللي احنا ما بنستخدمش المفك خالص بعد كده. خلاص كل اللي هنحتاج فيه المفك ان احنا ممكن بعض الدواسات بتحتاج لها ضبط. الضبط بيكون من هنا في المسمار هنا بتاع عمود الدواسة، ان احنا عايزين نرحل الدواسة يمين الابرة شوية او شمال الابرة شوية. بس كده، ده فيديو كان على السريع ليه مسمار الدواسة.